في يومها اقيم هنا كرنفال للاحتفاء بالعاصمه بغداد التي تشهد مؤخرا حمله لابراز جماليتها من خلال جمله اعمال تعنى بتطوير بناها التحتية مشاريع فك الاختناقات المرورية مشاريع زيادة المساحات الخضراء مشاريع توسعة الشوارع بالإضافة إلى أن هناك عمل متوازي في مشاريع البنى التحتية في قطاع المياه والصرف الصحي وملف إدارة النفايات في العاصمة العاصمة تحتاج الكثير 2024 سيكون عام افتتاح المشاريع التي شرعنا بتنفيذها قطعنا شوط كبير في المرحلة الأولى تقريبا شرفت على الانتهاء وبدأنا بالمرحلة الثانية لهذه المناطق حقيقة المطلوب هو انه تقديم افضل الخدمات للمواطن البغدادي ويرى البعض في حالة الاستقرار الامني التي تشهدها بغداد انعكاسا ايجابيا يتيح تنفيذ هذه الاعمال ويخلق الفرصة لتقديم المزيد لاهلها مشاريع عمرانية انفجار عمراني حقيقة ولد شعور لدى المواطن بالتعاون المستمر على كافة المستويات سواء المواطن البسيط او المواطن اللي اعلى الدرجات الوظيفية فالتعاون ملحوظ، اضافه الى وجود بغداد في زها في يعني حليتها الجميله في ازهى صوره ان شاء الله. هذه يدل وجود استقرار امني ملموس. وشهد الحفل تكريم العديد من الشخصيات التي كان لها دور في تقديم الخدمات للعاصمه سواء من كوادر الدوائر الخدميه وحتى من الفنانين الذين لطالما اسهموا في ابراز اجمل الصور عن العاصمه.